مساءكم خير. بعد أسبوع طويل وحافل بالنشاطات، أيا كانت النشاطات اللي عملناها على مدار الأسبوع، اللي سافر وانبسط يا بخته وبرافو عليه، واللي ما سافرش وقعد في البيت وقضى الأسبوع بس راحة وزي ما احنا كده بنقول وفصلان من كل حاجة برضو برافو عليه. أحيانا بتبقى الأجازات راحات إجبارية واستراحات مستحقة، فكل واحد فينا وهو بيستعد للعودة للحياة بعد الأجازة حقه أنه يحتفي باللي فات ويكون مبسوط وممتن للي فات أيا كان. بالمناسبة مش لازم، ما فيش حد بيتسابق ورا حد، مش لازم كلنا يعني نبقى عملنا 10 من 10 في إنجازات الأجازة. هي اسمها أجازة عشان ما نعملش حاجة يعني فظيعة. وإحنا بنرجع كده النهاردة اخترنا موضوع أعتقد أنه عميق لكن خفيف قوي قوي على القلب، لأنه عميق من زاوية أنه إحنا كلنا في الحياة دايما نقول كده، اللي ملوش كبير يشتري له كبير، وأي حد فينا لما يبتدي مثلا حتى يشتكي لواحد صاحبه من حاجة أو من شخص مثلا زعله يقول له طب هو مين كبيره؟ يعني نكلم مين؟ الشخص اللي ليه كبير أو اللي ليه حد بيرجع له ده طول الوقت شخص بنضمن بقدر ما إنه نقدر نتكلم معاه، نقدر نتعامل معاه، أو إنه على الأقل شخص سوي. ومن هذا المصطلح إحنا كمصريين اتربينا كده إنه يبقى لنا كبير ويبقى لنا مرجعية. وبالمناسبة دي قاعدة إنسانية مهمة جداً، أول ما حد يقول لك أنا رأيي من دماغي تخاف عليه، وبيقول لك أنا بسمعش كلام حد تخاف عليه كمان. لكن من زاوية تانية بقى، فكرة استشارة كل الناس في كل الحاجات في كل الموضوعات واستشارة من لا شأن له، دي بقت ظاهرة محتاجة مراجعة. النهاردة هنتكلم في فقرتنا الرئيسية اللي في ختام الحلقة عن الحكاية دي، فاللي فينا بيتابع ويشوف الجروبس الكتيرة المنتشرة عن حد يكتب مشكلة، سواء كانت مشكلة حقيقية أو وهمية، وبعدين تسمع أنه كل الناس بتفتيله في مشكلة. أحيانا بقى تكون مشكلة بين راجل ومراته، تكون مشكلة اجتماعية، مشكلة في تربية الأبناء، أحيانا مشاكل طبية. أنا ساعات ضغطي بيعلى لما بشوف واحد بيقول أنا الدكتور كتب لي دواء لعلاج الاكتئاب بس أنا خايف منه، والناس تقول له لا اوعى تاخده. إيه ده؟ فهذه الفوضى اللي احنا صنعناها بأننا بنسأل كل من هب ودب زي ما بيقولوا هتكون محور كلامنا النهاردة في الفقرة الرئيسية. لكن عودة لحاجات كتير حصلت على مدار الأسبوع، وكأنه كمان حتى الوزارات بتستعيد نشاطها. مجلس الوزراء نشر تقرير وكأنه يعني تأهيل وتقدمة لبداية الأسبوع اللي بالتأكيد هيكون حافل بشغل كتير قوي اتعطل في أسبوع الأجازة. نشر التقرير مهم قوي، عايز أشاركه معاكم كده في بداية الحلقة بسرعة جدا، لكن بشجع كل واحد يعدي عليه يقراه، لأنه في معلومات أنا شخصياً كنتش واخدة بالي منها، وكتير مننا حتى المهتمين بالشأن العام ما كانش عارف أنه دي قرارات حصلت أو أنه دي قرارات تم تفعيلها بالفعل. التقرير تضمن بعض المعلومات اللي بتسلط الضوء على جهود الدولة في تمويل ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبار أن المشروعات دي هي إحنا اتفقنا كده، وده الكود المصري الجديد ورؤيتنا للتنمية أنها قاعدة الانطلاق الحقيقية للتنمية. الهدف أنه بحسب تقرير مجلس الوزراء أن يبقى فيه منظومة متكاملة فيها كل الحوافز اللي تشجع المشروعات الصغيرة، يبقى فيها كمان شوية مزايا، وده الحاجة اللي كلنا تكلمنا عنها من زمان جدا، في خدمات مالية وغير مالية، كل ما يمكن أن الحكومة تقول أنا بوفر لك ضمانات لنجاح المشروع بتاعك وبساعدك كمان أنه يستمر. لأنه ما هو أنا ممكن أبتدي مشروع ودي حاجة للأسف بنشوفها كتير لكن ما أقدرش أكمل. اللي التقرير أعلنه كمان بعض القرارات اللي الحكومة أعلنتها أو قامت بها على مدار السنين اللي فاتت. أولها مثلا هقول أمثلة وزي ما بقول لحضراتكم كده هنقول بسرعة، إعفاء ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق الشهر العقاري بالنسبة لعقود تأسيس الشركات وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، يعني تسهيل شوية في بداية عمل المشروع أو البزنس. خفض الرسوم الجمركية على كل ما يخص الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل بنسب تتراوح من 2-5%، وده تشجيعا طبعا إحنا بنقول أو الدولة بتقول إحنا عايزين صناعة، فلو هتشتغل في الصناعة هندعمك، ونتمنى كمان النسب دي تزيد كمان، ما تبقاش 2-5%، تبقى أكتر وأعلى كمان من النسب دي.
القرار المهم نظام ضريبي مبسط. الضريبة السنوية على حجم أعمال مشروع مثلاً يعني أقل من 250 ألف جنيه في السنة 1000 جنيه فقط، وده رقم مشجع. لو أنا عندي مشروع بسيط لازم ما أكونش متوقع أن أنا علي عبء ضريبي كبير. أولوية تخصيص الأراضي، ودي مهمة جداً، هتكون في المناطق المتاحة في المدن الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية واستصلاح الأراضي الزراعية. كمان في بعض الإجراءات الجديدة عشان تسجيل واستصدار الموافقات والتراخيص وتوفير آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة عشان تتحول المشروعات بتاعة الدولة تتحول إلى القطاع الرسمي. كمان قانون تنظيم التعاقدات، واحدة من القرارات الهامة على مدار السنين اللي فاتت، تطوير طرق الشراء. أنا زي ما قلت لحضراتكم كده احنا بنقول عناوين بس لقرارات كل واحد فيهم فيه تفاصيل كتيرة، فأنا عشان كده بقول كل واحد فينا لو أنا هعمل مشروع اقرأ كتير قوي في قرارات الحكومة، اقرأ كتير قوي في القوانين، اقرأ كتير قوي. أنا أعتقد هكتفي بهذا القدر من القرارات لأنها كتير جداً، لكن على كل حال احنا بنتكلم عن محاولات حقيقية من الحكومة إنها تقدم فرص تشجع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. ده باختصار اللي مجلس الوزراء طلعوا وقالوا بترتيب كده منظم جدا في تقريره الهام جدا، واللي خلينا نقول نبني عليه ونقول طب واللي عندهم مشروعات صغيرة تعثروا الوقت اللي فات بسبب سلاسل الإمداد؟ طبعا حصل. في بعض الناس تعثرت في تسويق مشروعاتها وما قدرتش تسدد الدفعات بتاعتها؟ طبعا حصل. ما بننكرش ابدا انه ده حصل لبعض الناس. تفضل دي تفاصيل فردية تحتاج دعم في التسويق، تحتاج فتح أسواق جديدة للمشروعات، تحتاج أننا نكمل معاهم المسيرة طبعا، لكن ما نقدرش ننكر أن اللي بيحصل وأن اللي بيعرف المعلومة وبيعرف الفرصة حقيقي بيلاقي مكان نقدر نقول أنه أحسن بكتير قوي من زمان، خاصة اللي عايز يعمل مشروع هتاخد المغامرة وهتاخد المسؤولية هتلاقي دعم حقيقي موجود. فاصل ونرجع نكمل مع حضرتكم التاسعة. مساءكم خير. ولأنه احنا راجعين من العيد بنتكلم على حاجات حلوة جدا جدا، واحدة من الأمور اللي مش بس نقدر نقول انها حلوة أو انه إنجاز حقيقي، لكن نقدر نقول انه تغيير حقيقي. دايما احنا بنصنف أي تغيير انه ممكن أغير في الفكرة، أغير في الشكل، لكن التغيير اللي بيحصل في جودة الحياة، في مستوى سكن عشوائي يتحول إلى سكن كريم ولائق، ده من الموضوعات أو المشروعات اللي دايما نصنفها التغيير العميق، تغيير حقيقي بيحصل. واحدة من المشروعات دي كان مشروع روضة السيدة، ولو فاكرين المرحلة الأولى تم إطلاقها، لكن مشروع روضة السيدة واحد من المشروعات الكبرى، يعني ما نقدرش نسميه مشروع صغير مهما قلنا أنه في قصاده مشروعات كبيرة أضخم منه لتسكين الناس. بدأ المشروع من سنتين بتنفيذ وتسكين النسخة الأولى من المشروع، حالياً النسخة الثانية أو المرحلة الثانية من مشروع روضة السيدة في حي السيدة زينب 572 أسرة هيسكنوا سكن كريم. زي ما انتم شايفين كده في الصورة ملاصق تماما للمرحلة الأولى من المشروع اللي احنا شفناها، واللي اعتقد انه كمان الناس اتسكنت فيها لو انا فاهمة صح، لكن نعرف تفاصيل اكتر من المهندس خالد صديق رئيس جهاز التنمية الحضرية. مهندس خالد مساءك خير وكل سنة وحضرتك بألف خير. مساء الخير وكل سنة وحضرتك كلكم طيبين. مهندس خالد، مشروع روضة السيدة معلومتنا صحيحة أنه المرحلة الأولى الأهالي سكنوا خلاص، ولا هيتم التسكين للمرحلتين مع بعض؟ لا احنا خلاص المرحلة الأولانية خلاص الناس ساكنة، اللي هي روضة السيدة واحد اللي هي كانت تل العقارب، دلوقتي دي منطقة الطيبي اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هي الصور البديعة اللي احنا شايفينها دي. يعني منطقة الطيبي دي هي المرحلة الثانية من روضة السيدة، يعني الأول كانت تل العقارب، المرة دي احنا بنتكلم على الطيبي، لكن الاثنين هيكون مسمى روضة السيدة واحد واثنين. حلو قوي. 572 وحدة بحسب الإحصاءات، من متوقع أن يتم تسكينهم خلال وقت قد إيه يا باشمهندس؟ إن شاء الله هيبقى في مارس 23 انتهى المشروع.
يعني زي ما عودنا الناس، هو كان المفروض يخلص في يونيو 23، بس احنا ضغطنا التوقيت علشان نقدر نسلم الناس ان شاء الله في مارس 23 باذن الله. يعني طبعا الناس شايفه يمكن عدد الوحدات ده اقل من عدد الوحدات اللي في راوت كده واحد، رغم ان مساحه الارض اكبر، بس عشان هي بنعمل خدمات اكتر. يعني أيوة، ما انا شايفه في الصور خدمات، وعايزه اعرف ايه نوعيه الخدمات، وهل هي بس لاهالي المنطقه ولا زي ما احنا متوقعين كده المنطقه دي هتبقى زي مركز ثقافي في وسط القاهره؟ هي طبعا احنا بنتكلم عن لما نيجي نعمل خدمات المنطقه محتاجه ايه، لان مفيش حضانه هنعمل حضانه، طب هنعمل نقطه شرطه، هنعمل الخدمات اللي تحتاجها المنطقه الاساسيه للاهالي يعني. الحاجات اللي كده، زي ما الناس مثلا كانت بتقولوا انتوا ليه عاملين مثلا في مشروع الخياله عاملين لي نقطه شرطه كبيره ونقطه اسعاف ونقطه مركز طبي ومركز كبير للبريد، البريد المصري، حاجه كبيره جدا، مع ان عدد الوحدات 2500 وحده بس. تمام. بقول لا، احنا بنعمل الخدمات دي لمنطقه مصر القديمه، منطقه مصر القديمه ما فيهاش مكتب بريد كبير، منطقه بالزبط. مصر القديمه ما فيهاش نقطه اسعاف، ما فيهاش مركز طبي كبير. فانا شايف الصوره الكامله وبعمل خدمات تخدم الجديد والقديم. يعني مشروعنا مش بنعوض الناس سكني فقط، لا بنعوض الناس خدمي برضه، هل محتاجين ايه من خدمي عشان نعمله؟ مش مهم التكاليف والمصاريف كام هتبقى كام على المشروع نفسه، المهم ازاي نكمل المجتمع اللي حوالينا كله من خدماته اللي محتاجها. اللي احنا فاهمينه انه مشروع روضة السيدة وتطويره هو مشروع هائل حجما يعني وتكلفة، لكنه كمان جوه مظلة مشروع اكبر وهو تطوير القاهرة القديمة. المدى الزمني لانه تنتهي هذه المشروعات كلها ونقدر نقول انه القاهره اللي نتمشى فيها برجلينا كده ونتحرك في اماكن كتير ممكن يبقى امتى؟ احنا حاطين رؤيه لنفسنا 2030، رؤيه 2030 دي احنا ازاي نوصل بكل مصر مش القاهره بس خاليه من المناطق الغير امنه والغير مخططه، وكمان احنا طورنا من نفسنا، علينا من سقف طموحاتنا كان الاول اسمنا صندوق تطوير المناطق العشوائيه، احنا دلوقتي اسمنا صندوق التنميه الحضريه، اذا فسقف طموحاتنا اكبر بكتير من تطوير عشوائيات. انا اخذت بالي من الاسم دلوقتي، صح جدا. احنا دلوقتي بنتكلم في مرحله التنميه، التنميه دي سقفنا في التنميه مفيش حدود خلاص، احنا بنعمل تطوير، احنا شغالين دلوقتي في القاهره التاريخيه، القاهره التاريخيه عند منطقه الحسين، منطقه برزويله، الحاكم، درب اللبانه، حاره الروم، كل دي حاجات احنا بنطورها. يمكن ناس كتير كانت بتحلم ازاي القاهره الاسلاميه دي نرجع زي زمان تبقى مزار سياحي للسائح المصري والسائح الاجنبي. عشان كده انا فعلا بسال حضرتك، هو ينفع الزوار يروحوا روضه السيده؟ هيبقى في مراكز ثقافيه في المنطقه دي ولا لا؟ يعني ده حقيقي جزء من حلم كل المصريين اعتقد، لانه الاماكن دي احنا مرتبطين بيها بشكل كبير. احنا يمكن كنا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان احنا بنعمل زي ما كان العشوائيات فيروس بينتشر في جسد العمران المصري، لا احنا التطوير والتنميه الحضريه اللي بنعملها دلوقتي هو عباره عن شعاع نور بينتشر. ده حقيقي. هنعمل روضه السيده، ومش هتبقى روضه سيده واحده، هتبقى واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه جوه منطقه السيده. قلنا احنا بنبدا في القاهره من اول ما بنبدا من عند أركيديا، رملة بولاق، عندنا في مثلث مزبيرو، ميدان التحرير، ميدان عبد المنعم رياض، مشينا شوية دخلنا في القاهرة الخديوية، مشينا شوية دخلنا في السيدة زينب بروضاتها اللي احنا بنعملها، مشينا شوية بنعمل الخيالة، مشينا شوية وبنعمل سور مجرى العيون، ومشينا شوية بنعمل حدائق الفسطاط، وبعدين بنعمل جوهرة الفسطاط، كل شوية في نقط كده احنا حاطينها مش عشوائية، لا ده نقط مدروسة قوي، ازاي النقطة دي تشاع حواليها تطوير شامل، ازاي النقطة مثلا حدائق الفسطاط اللي هنعملها على 500 فدان تعمل حاجة اشعاع حضاري وثقافي وترفيهي على 500 فدان لمصر كلها، ازاي وهاخد من كلام حضرتك واكد او اختم بس في الجزء ده انه هو الحقيقه كده، انه المركز المنطقه اللي بتتطور هي بتنعكس على كل ما حولها تحديدا بالخدمات اللي تم ذكرها. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا مهندس خالد صديق رئيس جهاز التنميه الحضريه. ومهندس خالد لفت نظرنا لحاجه جميله جدا، انه كان زمان اسمها تنميه المناطق العشوائيه، ما بقاش عندنا الاسم ده، مش عايزين نسمعه، مش عايزين يكون موجود في بلدنا، وبالتالي بقت التنميه الحضريه.
بذكر الحضارة، معرفش صدقوني ده صدفة ولا القدر انه يبقى الخبر ده وراه الخبر ده، بس احنا اي حد فيه كان عندي كده صديق دايما يقول لي كده احنا ورثين جينات الحضارة، فاحنا بنميل اننا نبقى متحضرين. اقول له يا عم ده احنا بنتصرف وحش، ده احنا عشوائيين جدا، ده احنا طريقتنا وحشة، ده احنا يعني بنعمل حاجات صعبة جدا. لكن كان عنده يقين كده انه لا احنا جوانا جينات الحضارة. فبذكر بقى جينات الحضارة وإن إحنا نميل للتحضر، لما بيحصل وقعة تبتعد عن كل ما هو ما تسميه تحضر، كل مسميات الإنسانية، كل مسميات الأخلاق، وتبقى في قلب عشق المصريين في الكورة. أكيد حضراتكم فهمتوا قصدي، إحنا بنتكلم من امبارح الناس كلها بتتكلم عن أحد حراس المرمى الحارس نادي الاتحاد أحمد يحيى، اللي تم تطاول شديد قوي من الجماهير عليه بعد دخول 5 أهداف في مرماه في مباراة سيراميكا كليوباترا، واللي حصل حادثة بتحصل في مرات كتير جدا. أعظم جول كيبرز في العالم دخل فيهم أجوان كتير، 5 و6 أجوان عادي، لكن اللي حصل امبارح ما كانش عادي بكل المقاييس. وهقول لك ما كانش عادي ليه. بعض الناس قالت ما كانش عادي لأنه هو عنده ظرف، والحقيقة عنده ظرف، وفاة أخوه دي حاجة تقيلة جدا وقاسية جدا. فبعض الناس ممكن يقولوا طب يعني هو جاي على نفسه ولعب. بالمناسبة معظم المهام اللي فيها جماهير ده الكود الأخلاقي، يعني الراجل المحترم ده حارس نادي الاتحاد عمل الكود الأخلاقي المظبوط. الكود الأخلاقي إنك مهما كانت مشاكلك الخاصة، مهما كانت كواليس حياتك، مهما كانت المصاعب، مهما كانت الفقد اللي عندك، انت بتروح تأدي دورك لأنه في مجموعات من الناس مستنياك. هتلاقي مثلا المطرب اللي ملتزم بحفلة لو حصل عنده حادثة هيعمل كده، ورغم كل ما تقدرش تقول هو ازاي عمل كده، هو بيعمل كده، ده كود أخلاقي وكود احترافي. أحمد يحيى عمل شغل المحترفين، أحزانه اللي كانت من 5 أيام أكيد ما تجاوزهاش، لكن بالرغم منها نزل ولعب، وهو اللي طالب وأصر على أنه يلعب. في المقابل بقى إيه اللي حصل؟ السباب والهتاف والتطاول من الجماهير اللي إحنا بقالنا سنين بنقول وحشونا بقى الجماهير في الملعب. الحقيقة الواقع دي مش هتخلينا نقول لا ما ترجعش الجماهير، لكن هتخلينا نقول 1000 إجراء وإجراء ممكن يحصل عشان الكود الأخلاقي للمنظومة الرياضية يبقى في حالة من الانضباط بأي شكل ممكن بأي شكل مقترح. لو كانت الرياضة تعمل حاجة غير أننا نفرح وننبسط ونشجع ونحتفي وندعم، يبقى رياضة بتعمل عكس الهدف المطلوب منها تماما. احنا متشرفين معانا على تليفون الناقد الرياضي وسيم أحمد. أستاذ وسيم مساء الخير وأهلا بيك. مساء النور عليك يا أستاذة دينا، ومساء النور على كل السادة المشاهدين في كل مكان. مش قادرة أسألك وأقول لك إيه رأيك في الحادثة، لأنه مفيش حد فينا مغضبش، لكن عايز أسألك وأقول لك حصلت ليه؟ يعني ايه حجم الغضب ده كله اللي يخلي الناس توصل لاعب انه يخرج من الملعب منهار وهو بيبكي؟ لا حصل ليه ده يعني خلينا نقول السؤال الصعب. لا هو يعني ممكن نجاوب نقول حصل ليه، ولكن ده هو مش مبرر اللي هو السبب الرئيسي اللي حصل هجوم الجماهير على الحارس. هو طبعا تلقي 5 أهداف في المباراة بالأمس أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري، لكن ده غير مبرر أبدا أستاذة دينا، لأن في الآخر طبعا احنا أولا بعيدا عن الكيس بتاعت أحمد يحيى، الكورة معروف دايما طول الوقت وارد فيها الهزيمة والخسارة حتى لو كانت بأرقام كبيرة. وشفنا أكبر أندية العالم برشلونة وأكبر أندية العالم بتخسر بالخمسة وبالستة وبالسبعة، فاهمة حضرتك؟ فده أصلا في عرف الكورة، بعيدة عن أي أحداث لسه هنتكلم عنها، في عرف الكورة ده موجود في كل حتة. فما بالك لما بنتكلم كمان عن حارس هو لعب المباراة، وبالمناسبة معظم الأهداف مش منه، يعني المكاييس كلها مش أخطاء رئيسية منه، لكن كمان الحارس ده لعب المباراة، هو متحامل على نفسه على الظروف اللي بيمر بيها، ربنا يكون في عونه طبعا، إنه يكون أخوه متوفي قبل المباراة ب 48 ساعة فقط، طبعا أمر صعب وشديد جدا عليه. لكن زي ما كنت بسمع حضرتك وبتقولي إنه الكود الأخلاقي للوظيفة بتاعته اللي بتخليه يتعامل باحترافية ورغم أي ظروف أو أحزان
بيواجهها، خليته ان هو يصر رغم كل المشاكل اللي عنده النفسيه ان هو يلعب المباراه. فبالتالي اللي يحصل من الجماهير بعد كده ده غير مقبول على الاطلاق. عشان كده لما بقول لحضرتك الاجابه على السؤال هو ليه ده يحصل، انا قلت الاجابه رقم واحد اللي هو الغير مبرره حصل نتيجه الخمس اهداف اللي دخلوا، لكن الاجابه الحقيقيه بقى او نقدر نقول الواقع الحقيقي حصل ليه، حصل ليه؟ لان احنا عندنا للاسف بقى لنا كتير جدا غياب للاخلاق، لان الرياضه في الاول وفي الاخر اخلاق يا استاذه دينا. ما هو انا بس كابتن وسيم انا اسفه مش عايزه اقاطعك، بس انا عايزه اسال في الحته دي، هو هل من المعتاد، وبرضه في راي بيقول كده، ما هو يا جماعه في المعتاد انه بيحصل كده واللعيبه متعودين على كده، هو ظرفه الخاص دي مسؤوليه الجهاز الفني. حضرتك موافق على الطرح ده؟ يعني شايف انه الجهاز الفني ما كانش المفروض يسيبه يتعرض لكل الضغط ده، لعدد الاهداف اللي دخل فيه كان ممكن يبقى فيه تبديل او حاجه؟ هل حضرتك موافق على الطرح ده؟ وهرجع تاني لنقطه الاخلاقيات المصاحبه للعبه. بص حضرتك، انا لو هتكلم عن رايي الشخصي، ودي طبعا فيها اختلاف كبير في اراء، وما اقدرش نقول في مين حد فيها صح وحد خطا، لان كلها اراء تقبل الصواب والخطا في الاخر. لكن رايي الشخصي لو انا اللي في الجهاز الفني مش هحط اللاعب في المباراه حتى لو هو اصر على كده، لانه يعني بعيده عن اي شيء الامر صعب جدا حقيقي، فما كنتش احطه تحت ضغط المباراه. طبعا انا ما اقدرش اعرف الامور الداخليه داخل الجهاز الفني اللي يمكن تكون اضطرتهم لكده، لكن زي ما بقول هي في الاول وفي الاخر اراء مختلفه، ما اقدرش اقول انه رايي هو اللي صح او راي المعاكس هو اللي صح او هو اللي غلط. انما فكره الاخلاق زي ما بقول لحضرتك هي دي المشكله الاساسيه، لانه حتى انا هفترض مع حضرتك انه احمد يحيى ما عندوش اصلا اي حاله وفاه ولا عنده اي ظروف، هل ده يدي الحق للجماهير؟ وده بقى اللي انا بنتكلم فيه، غياب الاخلاقيات عندنا بقى لها سنين الحقيقه، مؤخرا يمكن بقى لنا حوالي اخر 10 15 سنه في الملاعب وفي الرياضه تحديدا، الاخلاقيات كل يوم في النازل. يعني انا بقول لحضرتك بعيدا عن احمد يحيى وانه كان عنده حاله وفاه، انا هفترض ان احمد يحيى امبارح ما كانش عنده حاله وفاه، هل ده يدي الحق للجمهور ان هو يسب اللاعب ويتطاول عليه عشان دخل فيه خمس اهداف؟ لا طبعا. هل هي دي اخلاقيات الرياضه؟ هل هو ده اللي احنا عارفينه من واحنا صغيرين اتعلمناه، ان الرياضه مكسب وخساره؟ هل هي دي الروح الرياضيه؟ هل في حاجه ممكن تحصل مع ما هو بالتاكيد مش ممكن، يعني هو بالمنطق كده لما الناس بتقعد تقول لك بقول الاخلاق راحت فين، ما هو بالتاكيد في وسط الجمهور ده كان في شويه ناس كتير بالمناسبه محترمين وشايفين ان ده غلط. هل في حاجه ممكن تبقى، مش عايزه اقول عقوبات على الجماهير، لكن في حاجه تقول انه اللي بيعمل ده او اللي بيتلفظ الفاظ خارجه ممكن يتم التعامل معاه؟ في حاجه بتقول ده في عرف الرياضه ما يضمن منع حدوث ذلك؟ ينفع ولا ده طرح؟ لا هو فعلا طبعا بيبقى فيه، لكن هي اكثرها بتكون حرمان من حضور المباريات. لكن احنا المشكله ان احنا اصلا عندنا احنا ما فيش جمهور تقريبا بيحضر، يعني اللي بيحضر قله قليله، احنا بدانا نشم نفسنا مؤخرا شويه وبنطالب ان احنا نزود تاني ونرجع تاني الجمهور يكون موجود. فاحنا قبل ما يعني هنبدا من دلوقتي نمنع تاني الجمهور ونعمل عقوبات، اكيد لازم الاخلاقيات نفسها يا استاذه دينا لازم هي اللي يعني تتراجع. داخل الاسر لازم السوشيال ميديا بكل اسف يعني بيبقى مليانه مشاكل كبيره جدا والفاظ وتراشق ما بين الاولاد في سن صغير جدا بيعمل احتقان كبير جدا. الحاجات دي لازم يكون عليها رقابه، البيوت لازم يكون فيها رقابه، ونبدا من النشأ من هو صغير تاني نعلم الاولاد، لان الحقيقه زي ما بقول لحضرتك الاخلاقيات في تدني يوم عن يوم. الرياضه اللي اتعلمناها زمان ما كانتش كده ابدا، كان زي ما بقول لحضرتك في الاخر الكوره مكسب وخساره، وفي حاجه اسمها في الاول وفي الاخر الرياضه اخلاق بالزبط. قبل ما انت تدخل اخيرا اخيرا يا استاذ وسيم، هو في محاولات لدعم اللاعب احمد يحيى ومحاولات لاستعاده الكود الاخلاقي ده اللي احنا بنتكلم فيه، حضرتك شايف انها قويه ومؤثره وممكن تجيب نتائج تحديدا في اوساط المشجعين؟ يعني من امبارح احنا شايفين حملات دعم كويسه جدا للاعب احمد يحيى.
طبعا، ودي اقل حاجه هتتقدم للاعب. احنا شفنا كان خارج حالته النفسيه عامله ازاي وعياطه عامل ازاي، فطبعا كل الحملات دي طبعا انا بحيي كل القائمين عليها، لان كل الناس اتحركت، لاعبين، انديه، رابطه الانديه نفسها اختارته ان هو يكون نجم الجوله دي في الدوري المصري، ودي اقل حاجه تتقدم للولد، رفع روحه المعنويه مره ثانيه. وطبعا بحيي كل القائمين على الامر ده الحقيقي. انا بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي وسيم احمد، وهتفضل لعبة كرة القدم وكل الرياضات اللي احنا بنلعبها بنشجعها بنهتم بيها الهدف منها التسلية وطبعا الصناعة، لكن الأهم أخلاقيات، يعني الأم والأب اللي بيودوا ولادهم التمرين في القرار الأول ده عشان يعلموا شوية أخلاقيات زيادة. وإن أهم حاجة، بس أنا يعني كان طول الوقت شغلني مشهد فكرة يعني إن يسود الغوغاء، يعني في كل مجتمع في شوية ناس بتعمل حاجات غلط، يعني إحنا مش في المدينة الفاضلة، في شوية ناس ما عندهاش أخلاق عادي، يعني إحنا مش في المدينة الفاضلة، بس فكرة إن الناس التانية اللي رأيها مختلف بتفضل ساكتة أو بتبقى أقلية، هي دي الحاجة اللي بترعبنا، هي دي الحاجة اللي بتخلينا نناقش الموضوع وكأنه ظاهرة. أنا بس نفسي نبطل بدل ما نستعجب بعد ما يحصل الموقف، في قلب الموقف نتحرك. يعني ثقتي جدا أنه كان في وسط المدرجات ناس شايفة أنه عيب، كفاية، ما فيش حاجة اسمها نشتم لاعب بأهله، ما فيش حاجة اسمها نشتم لاعب أصلا، ممكن نعمل تشجيع إيجابي وتشجيع سلبي وكل اللي بيحصل في المدرجات المعتاد، لكن في ناس لازم صوتها يبقى أعلى شوية، وتحديدا الناس اللي عندهم شوية حق، عندهم شوية حاجات إيجابية، ما نقعدش ساكتين. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل في قصة لذيذة كمان عن كرة القدم، وما زلنا في عالم كرة القدم اللي فيه حلو ووحش في كل مكان، وعلينا إننا أن نشجع ابن اليسود يبقى طول الوقت النماذج الإيجابية والمهمة. بعد الفاصل. نجوم التاسعة، حلمك ممكن يبقى حقيقة. من كل محافظات مصر، صوتك حلو، حلمك تغني تبقى ستار. بتكتب شعر، خيالك واسع، نفسك قصصك تبقى حقيقة، ابعت لنا على صفحة البرنامج التاسعة، عرفنا بنفسك وبموهبتك، اسمك، تليفونك، محافظتك. غناء، ارسل فيديو لا يزيد عن دقيقتين، غني وسمعنا صوتك. شعر، ارسل أهم ثلاث نماذج من كتاباتك PDF. كتابة، ارسل قصة قصيرة من إبداعاتك PDF. مستعد؟ جاهز؟ آخر ميعاد للتقديم 15 يوليو، نجوم التاسعة، أسهل وأسرع طريق تعرض فيه موهبتك على قناة مصر الأولى. طول الوقت اكتشاف المواهب هي واحدة من أجمل وأمتع الحاجات اللي ممكن القائمين عليها يعملوها وكمان المستفيدين منها. اكتشاف المواهب ونجوم التاسعة هي واحدة من المسابقات الهامة جدا لتحقيق أحلام ناس كتير موهوبين، والموهوب بيبقى غاية حلمه أنه بس موهبته توصل للناس، الباقي ده بتاع ربنا. لكن أننا يبقى عندنا منصات جديدة وطرق جديدة لأننا نوصل الناس دي ونوصل أحلامهم لحضراتكم، هو ده باختصار نجوم التاسعة اللي النهاردة بس بنفكر كل الناس اللي قدمت، لأنه في ناس كتير قوي قدمت على مدار الأسابيع اللي فاتت. النهاردة آخر معاد للتقديم في مسابقة نجوم التاسعة، آخر موعد لإرسال الفيديوهات. تحقيق الأحلام وفكرة أنه يبقى عندي موهبة، أتمنى أنه يبقى في لجنة تحكيم عادلة ومنصفة تقيمها تقول لي رأيها، حتى النقد السلبي اللي ممكن نسمعه هيكون مفيد جدا جدا، وتحديدا في حالات المواهب، لأنه الفن طول الوقت هو تجربة، لما بتنضج بتبقى أجمل وأفضل، وبتنضج أحيانا بأني بقول إيجابياتها وأقول سلبياتها. بفكركم أنه النهاردة تبعتوا على صفحة التاسعة على فيسبوك، والنهاردة آخر معاد لاستقبال الفيديوز الخاصة بنجوم التاسعة اللي إن شاء الله نشوفهم قريب على كل خير. هرجع معاكم بقى لقصص الكفاح اللي بتعجبنا إحنا كمصريين. إحنا يعجبنا جدا النجاح في أكتر من مهنة،
ويعجبنا جدا الناس اللي بتجري على اكل عيشها بكرامه وباحترام وفي نفس الوقت بتحقق او بتلعب او بتعمل هوايتها. النهارده قصتنا عن حارس مرمى في مركز شباب ابو حماد، مركز شباب ابو حماد في الشرقيه، اسمه محمد طلعت حارس المرمى، بيعمل اللي معظم المصريين بيعملوه، لكن لانه حارس مرمى فالناس استغربت وقالت هو ازاي بيجمع بين الشغلتين دول مع بعض. هو بيحاول يحسن ظروفه الماديه ومتطلبات اسرته، بيشتغل في مخبز، وشغله في المخبز الصبح بدري قبل ما ينزل التدريب وقبل المباريات. وقصته تحولت الى قصه ملهمه لناس كتير جدا، لانه مكمل في الكوره، والكوره زي ما حضراتكم عارفين في مراكز الشباب ما هياش لعبه مربحه، ما بتبقاش مربحه غير بتفاصيل معينه وفي درجات معينه من الدوري. لكن محمد طلعت بيعمل الاثنين، بيعمل حاجتين اللي بيحبهم، بياكل عيش بكرامه وبيلعب كوره في مركز شباب ابو حماد. محمد طلعت مساء الخير ومنورنا، حارس مرمى مركز شباب ابو حماد، اهلا بيك. مساء الخير. الناس فرحانه بيك قوي يا محمد عشان اللي انت بتعمله، احكي لي بقى انت بتجمع ما بين المهنتين بقالك قد ايه؟ والله لا انا بقالي فتره طويله الحمد لله يعني. مهنتك الاصليه هي العمل في المخبز؟ لا هو المفروض ان انا بلعب كوره وملتزم بمسؤوليات دخل بيتي، يعني لازم كل يوم دخل كده اخش بيتي عشان الالتزامات اللي مفروض علينا. بس ف وبتلعب كوره من قد ايه يا محمد؟ يعني انا الحمد لله بلعب كوره من 7 سنين مثلا، موهبه من عند ربنا الحمد لله. ايوه بقول لك بقالك كام سنه يعني؟ يعني مثلا 20 سنه او 21 سنه كده. ده انت طول عمرك بتلعب كوره. هي موهبه من وانا صغير. حاولت تنضم لفرق في الدوري الدرجه الثانيه، دوري الدرجه الاولى، تعرضت للمحاولات دي ولا لا؟ والله انا من كتر المحاولات اللي انا حاولتها بقيت أيأس. قدمت في قرارات كتير ورحت مولين ورحت ينبي ورحت القناه ورحت الاسماعيلي، بس الواحد يأس. لكن من غير يأس ولا حاجه، يعني يمكن ما توفقتش في الدوريات وانك تكمل في الاحتراف في الكوره، لكن بتعمل اللي بتحبه وفي نفس الوقت بتشتغل. انا عايز اقول لك ان انت مشجع لناس كتير، مش عارفه انت واخد بالك من الحكايه دي ولا لا. الحمد لله الحمد لله واخد بالي الحمد لله فضل ونعم. انا بشكرك يا محمد، واحنا متشرفين انك معانا النهارده، بنكلمك بس علشان نقول لك كمل في الحاجتين الحلوين اللي انت بتعملهم، الشغل الكريم والهوايه اللي انت بتحبها ولعب الكوره. بشكرك يا محمد. محمد طلعت حارس مرمى مركز شباب ابو حماد. عايز اقول لكم بقى على حاجه غريبه، احنا بقينا بننبهر بالحاجات اللي هي طبعا ايجابيه لكنها المفروض ان ده الطبيعي. يعني بالمناسبه هو الطبيعي انه الراجل اللي بيشتغل في فرن ده يبقى راجل كويس، والطبيعي ان لاعب الكوره ده لو مش قادر يكفي دخله من لعب الكوره لانه مش بيلعب بشكل احترافي يبقى عنده شغلانه تانية. تخيلوا بقى ان احنا بقينا المفاهيم مقلوبه لدرجه اننا بقينا نستغرب ان الناس اللي بتسعى في حاجتين وتنجح فيهم وتبقى زي ما شفنا كده نموذج محمد حاجه محترمه في الاثنين. مش لازم اوصل لرقم اخد 10 من 10 في اللي انا بعمله، لكن ممكن اخد 3 أو 4 من 10 وابقى مبسوط، و3 أو 4 من 10 هنا كمان وابقى مبسوط وراضي. ده النموذج اللي بيقدمه محمد. بذكر الدرجات احنا في ايام صعبه، ومن كل سنة أيام امتحانات الثانوية العامة هي أيام صعبة، سواء كان عندك حد في بيتك عنده ثانوية عامة أو ما عندكش، الحالة والأجواء والترقب والخوف هي أيام صعبة. وزارة التربية والتعليم بقالها سنين بتحاول تغير الوضع ده أو تغير رد فعلنا ناحية الثانوية العامة والتعامل معاها. ولما الوزير يطلع يقول يا جماعة إحنا بنقيم الأداء وإنه ما تهتموش بالدرجات الأهالي يزعلوا، إحنا لسه في الجدل ده، لسه الثقافة ما اتغيرتش. بس أعتقد إنه اللي ما اتغيرش بإرادتنا بيتغير شوية بضغط،
من التطوير النوعي اللي بيحصل في طريقة الامتحانات. مش هقول دلوقتي ولا هتناقش دلوقتي في التطوير في مستوى التعليم وطريقة التعليم، أنا بقول في تطوير نوعي في طريقة الامتحان. لما الوزير من يومين اتكلم عن الكيرف أو المنحنى، كان بيحاول يشرح للناس يقول يا جماعة أنه لو أنا جبت 75% وأعلى واحد جاب 80% يبقى أنا ممتاز. إحنا لسه بنقول أنا عايز أجيب 100%. الكلام ده كان على أيامنا، أنا فاكرة جدا الثانوية العامة بتاعتنا كان يعني اللي ينزل على 100% أنت إيه ما ذاكرتش كويس. الكلام ده خلص خلاص، والحقيقة هو خلصان من العالم كله. دي نقطة. النقطة التانية بقى أنه السنوات اللي فاتت وفي مراحل تانية كان في غير بقى ثقافة التعامل مع الامتحان، كان في ثقافة التعامل مع المراقبين في الامتحان، ثقافة مخزية. خليني أقول لك أن بقى في ضغط كده، كان مش كل الأهالي طبعا، في أهالي فاهمين أن احنا بنربي بني آدمين محترمين يبقى بعلمه أنه ما يغشش، بديهيات الحياة مش كده؟ لكن لا، في أهالي بيربوا كائنات تانية، وإحنا بنشوف الكائنات التانية دي في الشارع وبنتعامل معها كل يوم، بيربوا كائنات يروحوا كده يتجمهروا قدام المدرسة ويضغطوا على هيئة التدريس إنه يسيبوا لهم اللجنة، لو ما سابوش اللجنة يبقوا مفترين وظلموا. وتخيلوا إنه دول الأهالي اللي بيتخانقوا طول الوقت عشان منظومة التعليم مش حلوة، دول اللي عايز ابنه يغش، بيربي لنا حرامي لذيذ كده، يطلع لنا حرامي ينفع المجتمع، حاجة في منتهى التناقض. بس ده كان بيحصل؟ اه كان بيحصل. وجود الاهالي وتجمهر الاهالي اللي احنا بنستغرب منه على مدار الاوقات اللي فاتت، ده كان نوع من الارهاب المعنوي، مش بس بيرعب الطلبه لانه محسسه انه في حاجه غريبه، هو من امتى يعني طالب عنده 17 18 سنه بيقفوا له بره المدرسه؟ بس هو ارهاب للطالب انه محسسه انه في مصيبه حاصله، في حين أنه هو بيروح امتحان، وهو ارهاب لهيئه التدريس انه انتوا عارفين لو اللجنه ما طلعتش حلوه، لو ما سايبتوش اللجنه العيل ده احنا ممكن ينزل المدرس يحصل فيه ويحصل فيه. دي كان بيحصل. اللي بيحصل النهارده هو انه ده اتغير. تخيلوا برضو انه ده بقى خبر، اننا نقول انه في انخفاض حقيقي من شكاوى المدرسين في امتحانات الثانويه العامه. يعني في كل سنه كان بتتسجل محاضر كتيره اعتداء من الاهالي على او من الطلبه على المدرسين. غرفه الشكاوى لحد النهارده والحمد لله احنا الامتحانات خلاص بتخلص، اي شكاوى بخصوص حالات اعتداء على معلمين عكس اللي كان معتاد. غرفه الشكاوى دي كانت بتستقبل شكاوى بالعشرات. الشكاوى كانت بتتنوع ما بين حاجات تانية بقى، حاجات تخص انه المدرس يشتكي من انه عنده حالة مرضية في اللجنة، في تجهيزات ناقصة، في استراحات قليلة، لكن فيما يخص كرامة المعلم دي خطوة مهمة جدا. حصلت ازاي؟ وازاي قدرنا نستعيد كرامة المعلم وهيبة التعليم اصلا؟ لانه غير كده كان عبث، كان هزار، كنا بنهزر، يعني كان ينفع قوي نقول بقلب جامد الأهل اللي بيطالبوا بلجنة أو بيطالبوا بغش لأولادهم ومحاولات الغش لأولادهم دول هم نفسهم محتاجين إعادة تأهيل. ده اتغير، واتغير إزاي؟ ده سؤالنا النهاردة. معنا على تليفون أستاذ محمد عبدالله أمين عام نقابة المهن التعليمية. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير يا أستاذ دنيا، كل سنة وحضرتك طيبة والسادة المشاهدين وفريق الإعداد والإخراج عند حضرتك. وحضرتك بألف خير، وإحنا عارفين إنه بالنسبة لكم بالنسبة لنا كلنا الصيف والعيد ابتدى، وأنتم بالنسبة لكم حالة الطوارئ ما زالت مستمرة. طبعًا، لأن طبعًا زمايلنا دول المعلمين دول زمايلنا إحنا. طبعًا. طيب أنا عايز أسأل حضرتك عن فكرة الشكاوى، وإيه اللي حصل السنة دي من وجهة نظر حضرتك ممكن يكون عمل ضبط شوية في الأداء. استاذ محمد هنحتاج نوطي التلفزيون. لا انا ما عنديش تلفزيون. طيب انا حاسس الصوت ده. اول حاجه احنا هنتكلم ان عندنا السنه دي 2021 عندنا 707,992 طالب وطالبه في الشعبتين الادبيه والعلميه. الجزء اللي نتكلم فيه ان احنا السنه دي لحد دلوقتي في غرفه العمليات ما اتلقتش اي شكاوي من زي الاعوام الماضيه زي ما قلت لحضرتك كده. ليه بقى؟ لان في النهارده عندنا الاختفاء او معظم اختفاء الشكاوي فيها ان في تعليم جديد، في تطبيق نظام جديد للتعليم، في رؤيه جديده، في رؤيه حديثه عندنا في الثانويه العامه. الطالب النهارده بيركز على الامتحانات، ما فيش بيبعد عن المشاكل، بيوصل لحل افضل فيها، لان طبعا العقوبه بتصل الى الحرمان من الامتحانات لو طالب اعتدى على معلم.
لكن المشاكل اللي عندنا في السنه دي كانت كلها زي ما انت قلت، كانت عندنا حالات مرضيه فيها. احنا عندنا 320 لجنه نقابيه على مستوى الجمهوريه، 53 نقابه فرعيه. تعليمات السيد النقيب الاستاذ خالد الزمادي ان كلهم في حاله طوارئ باستمرار مع زمايلنا، لان بقى المعلم ده زميلنا ونقابته مسؤوله عنه بخلاف العمل التنفيذي من الوزاره. فزمايلنا احنا متواجدين في اللجان النقابيه كلهم متواجدين مع المعلمين المنتدبين. هي المشاكل كلها ان عندي معلمات كثيره جدا منتدبين من محافظات لمحافظات، من اماكن بعيده فيها. المعلمه دي يعني صاحبه بيت، ليها اسره. رسالتي بقى لوزاره التربيه والتعليم، ونبدا يا ريت نبدا من الدور الثاني سواء تعليم فني او ثانويه عامه، ان داخل المحافظه النهارده ما داخل المحافظه عامل كتشانه فيها، يبقى انا برضو اديت الهدف ليه. ويمكن يا استاذ محمد فكره انه يبقى مدرس من محافظه اخرى عشان يبقى ما فيش اي شبهه معرفه ما بين الاهل، ما هو برضو انا قادره اعذر المنطق انه ما هو الاهل بيعملوا ضغط ارهاب معنوي برضو. لا هو بص حضرتك دلوقتي خلاص نظام جديد، تعليم جديد في ظل تعليمات السيد رئيس الجمهوريه، احنا في تعليم جديد دلوقتي، في رؤيه جديده للتعليم. مش عايزين نرجع بقى للايام القديمه او نرجع للنظام القديم بتاعنا، كل دلوقتي النهارده فيها. النهارده حتى لو جيت من اواخر محافظه مع اول محافظه ثانيه بيبقى واحنا عددنا كتير فيها. وطبعا واحنا الحمد لله بقى بنقدر نغطي كل الكلام ده. انا عاوز بس الرؤيه بتاعتي ان المعلمات لازم نراعي ظروفهم. طبعا. الجزئيه الثانيه ان انا عندي السنه دي في كذا معلم تعرض لاصابات، يعني عندي كان معلم اصيب بجلطه فورا، كان في كوم حماده اتنقل مستشفى قصر الدوار بسرعه، اللجنه القضائيه اتعملت على طول بسرعه فيها. اللي عنده امراض مزمنه او عنده حاجه زي كده وتقدم بالطلب، يا ريت نحكي من الامتحانات يتم دراسته. ليه؟ عشان ما يحصلش برضو ان اثناء اللجنه يقع او يحصل له كارثه او تيجي له جلطه او ذبح او حاجات زي كده فيها. مشكورك يعني لكن بعض الاستراحات بس استنى انا اكمل بقى ما دام دخلت بعد مداخله للثانويه العامه بقى نتكلم بقى فيها. دي بقى رسالتي بقى للسيد وزير الماليه ان مجرد المعلمين ما يخلصوا انتداباتهم ان مستحقاتهم توصل، لازم ياخدوا مستحقاتهم، لان السيد الرئيس الجمهوريه بيقول ايه؟ ان كل واحد ياخد حقه. انا النهارده المعلم بيقعد سنه على ما بياخد حقه، يعني مثال بسيط، عندي في اداره العمريه في محافظه الجيزه مراقب الماليه متعنت تماما، لا يصلح ان يكون مراقب مالي. وهي ماليات المعلمين كل محافظه بتتبع كل محافظه، ما هياش مركزيه من وزاره التربيه والتعليم؟ الدعم او الدعم بيجي من وزاره الماليه، بتوزع على المحافظات. ما يبقاش انا عندي رصيد موجود فيها واجي اعوق. نقطة مهمة جدا يا استاذ محمد، وشكرا ان حضرتك لفتت نظرنا ليها. شكرا ليك. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد عبد الله، امين عام من نقابه المهن التعليميه، اتكلم عن ثلاث نقط مهمين جدا. اولا انتداب المعلمات لخارج محافظاتهم، ثانيا ظروف الانتداب ودي حاجه مهمه جدا، والحاجه الثالثه المستحقات الماليه. احنا عارفين ومستحملين وكل حاجه ان المستحقات الماليه بسيطه جدا 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 للمدرسين في مختلف المهام الوظيفيه، فما تبقاش قليله وكمان بتتاخر. استاذ محمد عنده حق جدا ومنطق يحترم ونتمنى ان يتم اعتباره. احنا النهارده في شهر 7، وخليني اقول كده 15/7 انتصف شهر يوليو، ولسه الجو جميل بالمناسبه، لكن مش بس الجو اللي لطيف جدا في الايام دي، لكن الظواهر الفلكيه مختلفه جدا. مثلا يعني من يومين اللي متابع القمر البرتقاني، لو فاكرين قمر كان ضخم جدا، واللي كان فينا مسافر او في مكان السماء صافيه شاف القمر شكله مميز جدا. لكن كمان الشهر ده او النهارده الساعه 9 حصلت ظاهره مهمه جدا، وهي اقتران القمر مع كوكب زحل، قريبين من بعض، وهيفضل الاقتران ده واضح زي ما في الصوره كده لحد بكره. فالحقوا اطلعوا في البلكونات، بصوا من الشبابيك، بصوا للسماء، استمتعوا بحاجه حلوه كده. هيحصل عفوا مش النهارده، يوم 19 يوليو هيكون في ظاهره اقتران القمر والمشتري. دكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكيه، مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا فندم على حضرتك كل المشاهدين، وكل سنه وحضرتك طيبين جميعا. دكتور جاد، هو القمر بيقترن بكم كوكب؟ ده انا عماله بقرا في التفاصيل الخبر ده، مره زحل مره المشتري، احكي لنا تفصيله الظاهره. احنا عندنا عدد من الاقترانات الشهر ده، وطبعا احنا يمكن من الحاجات الكويسه ان احنا في الصيف
والسماء صافيه، ما فيش غيوم، ما فيش سحب زي الشتاء. وطبعا الناس بقى ما فيش مدارس، ما فيش جامعات، فما فيش تلوث شويه. بالصيف. لا لا مش يعني ظروف التلوث حاجه ثانيه، لكن الناس عندها وقت تستمتع اكتر بمشاهده السماء. ويعني اخذا في الاعتبار ان كان بقى لنا كام يوم كده عندنا زخم اعلامي، جيمس ويب والصور اللي جت واعلان الرئيس الامريكي على الصور دي معناه ان حاجه مهمه جدا. واحنا بالفعل برضو يعني من جانبنا وضحنا بعض الحاجات الفنيه. المطلوب ان الناس تستمتع فعلا بالظواهر دي، هي ملهاش اي اضرار ولا اثار سلبيه ولا علامات ان نهايه الكون ولا الرعب اللي بيقعدوا يقولوه لنا، ولا الرعب اللي الناس دي ظواهر طبيعيه في نطاقها الطبيعي نتيجه دوران الاجرام دي في مداراتها الطبيعيه امام الشمس ضمن المجموعه الشمسيه. ايه اهم الايام اللي جايه يا دكتور؟ بالظبط احنا النهارده زي ما حضرتك تفضلت في اقتران للقمر مع زحل، يوم 19 يبقى القمر مع المشترى، يوم 21 القمر والمريخ، يوم 23 القمر مع الحشد النجمي للثريا اللي هم الاخوات السبعه، 26 القمر مع الزهره، وكل دي حاجات ممكن نشوفها. القمر مع طارق، كل دي هتتشاف بالعين. الله. معظمها يعني من وقت الساعه 8 او 9 كده بالليل، وبتستمر لحد غروب الاجرام ديت اللي بيكون قبل شروق الشمس بنسبه بسيطه. والاقتران ده بالمناسبه يعني هو اقتران ظاهري طبعا، لانه كل جرم من دوت اذا كان القمر او الكواكب المذكوره كلهم في مداراتهم اللي بعيده الاف الكيلومترات عن الاخرى، لكن ظاهريا بنشوفهم قريبين من بعض في حاله اقتران. وهيجي ايام هنلاقي معظم الحاجات دي قريبين من بعضهم، اللي معاه تلسكوب يقدر يرصد بيه، تلسكوب صغير او كاميرا معزمه يقدر يعني يشوفهم قريبين من بعضهم، مش مقترنين مع بعض لكن قريبين الى حد ما من بعض. انا بشكرك يا دكتور، ونتمنى كمان انه معهد البحوث يطلع لنا صور كتير، بالتاكيد انتوا كمان يكون عندكم محتوى افضل. دكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكيه. دكتور جاد هو بيتكلم كده فكرني بانه بناتي بصراحه علموني اللعبه دي، يعني لعبه الستار جيزنج او نطلع نتفرج على النجوم ونقعد بالبطاطين وناكل بوب كورن ونقعد نتفرج، هم بيحبوا ده. فاللي عنده اطفال صغيرين هيفهم قصدي، لانه دي حاجه على قد ما هي تعليميه وعلم والمهتمين بس والمتخصصين اللي يفهموا تفاصيلها، قد ما هي فكره لذيذه جدا لتقضيه وقت حلو مع الاطفال. فعندنا ايام طويله 19 21 23 26 29 ظواهر كونيه حلوه تفصلنا كده، خلينا نرفع عينينا لفوق. بعد الفاصل هنكمل بقى، هنرجع تاني نبص تحت، نبص تحت بص تحت جامد النهارده، لانه في فوضى حاصله في السوشيال ميديا وفوضى الاستشارات لمن او لغير اصحاب الشأن وبمشاكل غريبه. والجروبس دي مين اللي وراها؟ مين اللي بيحركها؟ ده سؤالنا النهارده. الجروبس اللي بتتعرض فيها المشاكل مين المسؤول عنها، ومين اللي عارف تفاصيلنا ومشاكلنا، ومين كمان اللي بيقدم فيها الحلول؟ بعد الفاصل. مساءكم خير. أشارككم بجملة اتعلمتها النهاردة الصبح وطازة كده، إنه كل ما الإنسان فينا زادت عنده مساحات الزيف، إن هو بقى مش حقيقي يعني، كل ما بقى عنده القابلية الأكتر إنه يستقبل كذب ويستقبل زيف. وكل ما الإنسان فينا ذاكر كده واشتغل على نفسه وعرف حق، كل ما بقى صعب جدا يضحك عليه. أنا بس بشارك بالفكرة دي لأنه أنا متخيلة أنها ينفع تكون عنوان صغير لموضوع كبير جدا وصعب وخطر، أنه الاستشارات النفسية والأسرية والطبية اللي بقت مباحة ومتاحة على السوشيال ميديا من أشخاص غير متخصصين. الدرجة الثانية أنه افتعال الكذب عشان أخد من الناس ردود أفعال وأعمل ترند على حساب أني بعمل مشاكل وهمية، ده نسميه ايه او نصنفه ايه في علم النفس او علم العلاقات اذا صح التعبير؟ لانه ما نقدرش ننكر ان جزء كبير من الناس بتاخد الكلام ده وبتصدقه.
احنا النهارده متشرفين ان معانا بقى اللي يجاوبوا على الاسئله اللي انا شخصيا مش عارفه لها اجابات. دكتوره غاده حشمت، استشاري العلاقات الاسريه، عضو الجمعيه الامريكيه لمشاكل الاسره، منورانا يا دكتور. اهلا بيكي. وخطوه عزيزه عشان عارفه ان احنا تعبناكي النهارده. لا دكتور محمد هاني، استشاري الصحه النفسيه، منورنا يا دكتور. اهلا بيكي. هبدا مع دكتور غاده، ليدي ستريست يعني، وهي الجروبس دي معظمها ليديز مش كده؟ ده حقيقي. ليه الستات اكثر قابليه لانهم يقعوا في الفخ بتاع مشكله؟ طب نتفاعل معاها وننفعل ونحل، اشمعنى الستات؟ لا، هما نقول ايه الهدف انهم دخولهم اصلا الجروبات دي؟ هل هي مثلا في ناس بتبقى داخله وقت فراغ، في ناس داخله مجرد تفضفض، في ناس داخله بتشارك بتتفرج وايه اللي بيحصل وايه المشاكل اللي موجوده دلوقتي، وفي ناس داخله عندها اضطرابات نفسيه، هم دول اللي احنا بنخاف منهم بقى، اللي هي عندها مشاكل في بيتها وبتظهر بغير كده انها سعيده في بيتها، عشان تحاول تاثر على نفسيه الستات الثانيه، بتنقل خبره سلبيه للي ما عندوش خبره. ومع انتشار بقى الطلاق والامهات مشغوله، فبنيجي للسن الجواز بيدخلوا بياخدوا خبرتهم من الجروبات دي. ايوه ده الحقيقه. هي دي يعني في جروب بعينه، يا رب ما اقولش الاسم واغلط، ممكن كفيل انه يعقد اي حد او اي ست مش متجوزه. ده حقيقي. ده من الجواز، وصعب ان انا اخش واتفاعل وكده، بقيت اتفرج بس من بعيد للاسف. فالبنات دلوقتي بياخدوا الباك جراوند بتاعهم الجواز منين؟ من الجروبات دي. اللي ما اتجوزوش، اللي متجوزين دي كارثه ثانيه، لان احنا بندخل في خبرات سلبيه بتاعت ناس ممكن واخداها من اسرتها، ممكن واخداها من حياتها هي عاديه، ممكن قري على الجروبات دي. فاسهل حاجه بقت اتطلقي. اسهل حاجه سيبي اتطلقي، اي شيء لوحدك اندبندنت والكلام ده كله. فبقى طبعا ليه تاثير سلبي جدا على ارتفاع نسبه الطلاق. مش عايزه كلام يعني المصادر، وزي ما دكتور غادة بتقول كده، احنا بنتأثر سواء كنا بنتفرج او بنقول مشكلتنا او بس بنشارك بالنصيحة، كلنا بنتأثر يا دكتور صح؟ اكيد طبعا كلنا بنتأثر، سواء بنتفرج او سواء بنشير او سواء حتى كمان داخلين نضحك او داخلين مثلا نعمل حاجة كوميدي على البوست ده، ما احنا برضو تسببنا ان هو اشتهر اكتر وان هو عمل نسبة شير اكتر. شكرا. في صفحات الهدف منها بهدم البيوت المصريه. ليه بقى؟ لان لما حد يخش يكتب مشكلته وناس مش مختصه اصلا ترد على المشاكل دي، وانا اخد الرد ده وامشيه على حياتي، هيهدم بيتي وهيهدم حياتي. لان الشخص اللي بيرد ده هو بيرد من وجهه نظر، وجهه نظره ممكن تكون ماشيه مع مشكلته هو، بس ما تمشيش مع مشكلتي انا. ولهذا بقى في علم اسمه العلاقات الاسريه، وبقى في هو اكيد في علم واكيد في مختصين. وانا دايما بقول حتى كمان للناس تحروا الدقه، لان الصفحات اللي بتدعي الاستشارات الصحه النفسيه او الاستشارات الاسريه كتير جدا على الفيسبوك، وناس مش مؤهله وناس مش متعلمه او مش عندها شهادات او دارسه في الاختصاص ده. فالانسان البسيط للاسف الشديد بيخش يتكلم ويفضفض ويقول كل حاجة من غير ما يعرف هل إن الشخص ده مؤهل ولا مش مؤهل. فحاجات منتشرة على الانستجرام وحاجات منتشرة على الفيسبوك، كل واحد مش لاقي وظيفة فبيقولك إيه، أنا بقيت خبير أسري، أنا بقيت استشاري صحة نفسية. أنتوا دي بقى حاجة تعانى منها أنتوا. وممكن يكتب تايتلات كتير جدا على الصفحة، ولايف كوتش وممكن يكتب حاجات كتير جدا، والناس تخش بكل الناس هي بتبقى داخلة ببساطتها. أنت عارفة المواطن المصري عفوي، فهو داخل ببساطته وعفويته، شايف عايز يتناقش في مشكلة، ففي الآخر يكتشف إن الشخص ده هو بيقول له معلومات غلط، والمعلومات دي هدمت بيته وهدمت حياته واللي خد معلومات. واللي بيقع اكتر ناس في الموضوع ده الستات. يعني انا ملاحظه كده مش قادره ارجع، يعني انا دايما بدافع عن الستات. الستات تفاصيلها كتير تفاصيلها كتير وعندهم مشاكل في حياتهم كتير. حضرتك قلت نقطه يمكن محوريه، تفاصيل كتير، وده يمكن اللي خلينا نروح لفاصل بس نرجع نتكلم عنه، لانه مشاركه التفاصيل. دكتور محمد هاني قال نقطه في غايه الاهميه، فكره حتى لو انا داخل اهزر، الهزار ده خطر. هو خطر ليه؟ احنا مش بس بنخوف من انه يا جماعه ما تشاركش بحياتك الشخصيه،
مخاوف كمان مما نتلقى. بعد الفاصل هنسأل عن ده. لسه بنتكلم عن جروبس السوشيال ميديا اللي بتناقش مشاكل وخصوصيات الحياة الزوجية، وبيتم طرح الإجابات من ناس مش متخصصين. بعضنا ممكن يقبل الفكرة ويقول أنا باخد نصايح وكأنهم أصحابي، دايرة كبيرة جدا من الناس اللي بتفتي في مشكلتي وأنا قابل. سؤالنا للدكتورة غادة والدكتور محمد، تأثير أن أنا أولا أتعرض كتير جدا لأن أنا أقرأ مشاكل ناس تانيين ما يخصونيش، إيه عليا على حياتي الخاصة وعلى علاقتي ببيتي وجوزي، هل ده فعلا ممكن يعمل تأثير ولا أنا ممكن يبقى عندي مناعة أن أنا بشوف مشاكل الناس من بعيد؟ هي بتبقى نظرة سوداوية عن حياة زوجية سواء متجوزة أو لسه هتتجوز. فهي يعني أب فرونت أنا شايفة الجواز ده فكرة فاشلة، هيحصل فيه يا كذا. دي أول حاجة. تاني حاجة المقارنات، لو واحدة مش سعيدة في حياتها وشايف ان جوزها بيسيء معاملتها او امكانياته على قده او في ناس بتتظاهر بالسعاده المثاليه اللي هي مش موجوده على وجه الارض. يعني حقيقي ففي ناس بتبدا تقارن نفسها فبيجي لها احباطات، غير بقى اللي هي لسه هتتجوز فهي شايفه انها داخله متحفزه لجوزها، ما هو هيظهر منه يا كذا يا كذا يا كذا، ايوه وهيتغير بعد الجواز هيبقى كذا او كذا او كذا، فهي ردود افعالها في التعامل معاه مش عشان ردود افعاله، عشان الخبره هي اللي هي واخداها بقى السيناريو من حاجه بسيطه ما تكونش كده. بالظبط كده. دكتور محمد، هو فعلا ممكن يكون الناس اللي بتنصح بيطلع فيهم راي او اتنين كويس، فبعض الناس هتقول لحضرتك لا انا بدخل على فكره الجروب وبسمع اراء ايجابيه، خطر دي كمان؟ بس انا هقول لك حاجه، هو طبعا اكيد برضو اللي بيقول رايه هو بيتكلم من وجهه نظره، واكيد علشان انا اعرف ودي حل المشكله انا لازم اعرف تفاصيل المشكله. ايوه يعني ده بالظبط هيسال حضرتك ايه الفرق بين جلسه مشوره وما بين راي كده اتقال على السوشيال يعني ميديا؟ انا رايي اتقال على السوشيال ميديا هو اتقال من غير دراسه، هو اتقال من غير ما اعرف تفاصيل. انت بتكلميني في مشكله تخصك، هل ينفع ان انا ابدا معاكي من النهايه واقول لك اعملي كذا كذا من غير ما اعرف التفاصيل؟ طبعا، لان كل تفصيله بتوصل لتفصيله تانية ومهمه جدا وفارقه في حياه الانسان، ومن غير ما اسمع للطرف الثاني، ولازم الطرف الثاني يبقى عنده قصه تانية خالص، ولازم اسمع الطرف الثاني. وغير كده كمان حتى كمان الاهتمام بالتفاصيل ده مهم جدا، قصه ان انا اخد المشكله من على السطح كده واقول للشخص اعمل الحاجه الفلانيه يبقى انا القرار بتاعي بنسبه كبيره مش هيكون صائب، يبقى انا بضره. زي ما قلت لك ان الستات تفاصيلها كتير، يعني الست لو في مشكله مع جوزها عندها مشكله، لو بتربي اولادها عايزه تعرف تربيهم ازاي، فده اللي بيخليها ان هي تلجا كتير للجروبس والحاجات دي والصفحات دي، فتبدا تاخد معلومات غلط، فالمعلومات الغلط دي لما تاخدها ولو هي من الشخصيات اللي بتتاثر بالسلب بسرعه هتاخدها تنقلها جوه البيت، يبقى انا بطبق طرق وانظمه غلط او قواعد او شروط غلط ما تمشيش مع بيتي. اتعلمتها اصلا من مصادر غلط، ما ينفعش. ممكن يكون الشخصيه اللي هي كانت كاتبه تجربتها، انت بتحكي تجربتك تحترم ما فيش مشكله، بس دي تجربتك انت، تمشي على طبيعتك وحياتك وجوزك وولادك وشغلك بيرفكت، حاجه حلوه. ده بيبقى يسقفوا لها ويا ريت كل الستات معايا انا ما تمشيش معايا، لانها ممكن يكون فيها جزء منها ممكن يدمر لي. ليه بقى؟ انا ممكن لما يجي لي حد زوج وزوجه ممكن اديهم حاجات يشتغلوا عليها، لو نفس الحاجات دي اديتها لزوج وزوجه تانيين ما تنفعش معاهم، عشان الزوج والزوجه دول ليهم طبيعه فروق فرديه وهنا ليهم طبيعه فروق فرديه، فاللي اديته هنا يفشل هنا. ليه بقى؟ حسب طبيعه الفروق الفرديه ما بين الطرفين. ومن هنا كانت المشوره مهمه جدا، الجلسات اللي الراجل ومراته يروحوا يستشيروا متخصص مهم ومفيده، يعني مفيده على جدا معينه، يعني مش مجرد جلسه سطحيه بنقعد قاعده، ده بتعدي على مراحل كتير وتخصصات تانية يعني تتفرع. يعني احنا كاننا خدنا الحاجه الحلوه وسطحناها، يعني فكره ان انا اخد راي حد تاني دي حاجه كويسه. على فكره أنا عايز أسألك يا دكتور، هو ينفع أقول إن البيوت محتاجة تعمل حدود كده، مش لازم حدود مبنية يعني، لكن زي ما عندنا مناعة ضد إننا نتأثر سواء حتى بمشاكل الآخرين، وحضرتك قلتي حاجة حلوة كمان، وحتى بإيجابيات الآخرين، أنا مالي يعني، ينفع نعمل المناعة دي بارير نكتسبها؟ بارير حواليا كده. إزاي؟ يعني قولي لي نعملها إزاي؟ مش هتيجي إلا بالوعي، مش هتيجي كده،
لما دي المعركة الكبيرة بتاعتنا هي دي بقى بالوعي. أنا بقرأ وبفهم، فأنا ما بتأثرش باللي حواليا، أنا فاهمة إيه الصح من الغلط. أنا عندي ثوابت، أنا عندي ثقافتي، أنا عندي القيم بتاعتي، وعندي مبادئي في التعامل في الجواز إزاي، فأنا أوريدي مش هتأثر. مفيش كل ده، أنا هتأثر بأي حاجة. فاحنا نثبت الحاجات دي الأول، وبعد كده نقول إحنا عندنا البارير بتاعنا اللي إحنا حامين عيلتنا وأفكارنا والأسرة دي والطريقة اللي إحنا بندير بيها حياتنا كده. يعني كلها ده لازم يبقى موجود. الوعي ده عشان يبقى موجود إحنا بنتكلم في رحلة طويلة قوي. تبتدي من سنك بجد، عايزة إمتى عايزة الحق وعايزة الصح. الطفل من هو صغير لازم يفهم هو السيكولوجية بتاعته هو واحتياجاته هو وتعامل مع الطرف الثاني وإيه اختلافات بينه وبين الطرف الثاني. تتدرج المعرفة دي كل ما بيكبر، هتتدرج معاه لمرحلة الثانوية عامة، مرحلة الجامعة، لحد ما خلاص وصل لمرحلة عارف يتعامل مع الطرف الثاني. مفيش ده ومش متوفر، خلاص اتجوزنا نحل مشاكلنا ازاي؟ لا، برضو احنا ممكن نثقف نفسنا بطرق كثيرة قوي دلوقتي. يعني هي معركة وعي في الأول وفي الآخر. بذكر الوعي أسألك يا دكتور على المشاكل المتفبركة، إلى أي مدى شايف أنه حتى الهزار على المشاكل دي بيضرنه؟ طبعا كلها طاقة سلبية. أنا أعرف ده لسه قاري أنا الصبح على مشكلة متفبركة عجبتني. أعرف مواقع الأدمن فيها قاعد يفبرك مشاكل، يكتب هو مشاكل، وعنده قدرة إبداعية على الفبركة وبينزل البوست، وبتبدأ الناس تخش في جزء طبعا بيصدق وفي جزء ما بيصدقش بيتهكم وبيسخر، بس في النهايه ان احنا حتى لو انا خدت ده شير، حتى لو مش عاجبني الكلام ده، بس انا خدته شير ونزلته على صفحتي بتهكم، فوصل من صفحه لصفحه لصفحه لصفحه. فالهدف من ده كله اولا ان هو بيكرهك في حاجه اسمها جواز، لان طبعا هي كلها مشاكل زوجيه، بيخليك ان انت ما تقدرش تتعامل مع شريك حياتك، بيخليك ان انت تستغرب من كم الطاقة السلبية اللي موجودة، بيدي خبرات سلبية للنماذج اللي لسه مقدمة على الجواز سواء بنت أو سواء ولد، يقول لك طب ما أنا بعد سنة هطلق. طب ما هو نسبة الطلاق كتير جدا. الجروبات دي رهيبة جدا في الأثر السلبي النفسي اللي بيوصل ضغوط نفسية للأسر، لأن أنا بقول أهو في إنسان بيبقى إنسان بسيط بيصدق بسرعة أي كلام ممكن يتقال وبيكون مقتنع بالكلام ده، ولما نيجي نقول له الكلام ده غلط يقول لك لا عادي انا صدقت، ايه المشكله؟ لان طبيعته فيها عفويه شويه. فانا بحذر كل الناس سواء كبير او صغير من ان انا اتفرج على بوستات زي دي، ان انا اصدق بسرعه، ان انا اخدها اعمل لها شير، ان انا اخد الكلام اللي موجود فيها طالما هي مش تخص حد، ما شيرهمش يعني ما شيرهمش، او تخص مثلا حد انا واثق فيه واثق في علمه، فما ينفعش ان انا اخد الكلام منه، لان الكلام بيثبت جوه دماغي وببدا اطبقه في اسرتي. طيب فانا كده انا قبل ما الوقت يخلص لازم اسالكم عن مصادر امنه للتعلم. ما هو برضو السوشيال ميديا فيها سلبيات وفيها حاجات حلوه. ازاي اتاكد ان انا عايزه اتابع مثلا دكتور غاده، ازاي اتاكد ان دكتور غاده دي فعلا استشاري صحه نفسيه، فعلا استشاري علاقات؟ لا ده حقيقي يعني، اكيد حضرتك احنا متاكدين جدا ومتشرفين، لكن ازاي اتاكد حتى من هويه الشخص اللي بيدعي ان هو متخصص؟ ناجحه ازاي؟ شادون انا هاخد اجابتين بس. بصي يعني انا يعني في حياتي الخلفيه بتاعتي فيها شهادات مختومه مش هيشوفوها على السوشيال ميديا، انا بقوله بصور وبعمل والكلام ده كله. بس لازم طبعا تحري، اكيد لا شك في كده، لازم يبقى عندنا عقل نقدي، مش لازم اصدق اي حد يقول. ليه بقى؟ لان دلوقتي اي لايف كوتش خد كورس، سوري يعني في 6 ايام، مش هقول في شهر ولا في شهرين، في 6 ايام بيتاخد كورس. صح كده. بيقول دلوقتي انا فاميلي سيرفيس ولا مارج كونسلنج او الكلام ده كله، بياخدها اجتهاد او من قرايه كتب، وده مش كفايه، بيخرب البيوت. بيخرب البيوت. دكتور هتحقق ازاي؟ حضرتك حصلت معاك واقعه؟ انا بالنسبه لي انا بقول للناس اكيد طبعا الشخص، انا ليا مثلا ليا صفحات في ارقام تليفونات، دقيقه ممكن تتصل برقم التليفون تتواصل مع المكان اللي انا موجود فيه بالظبط، وتتحرى الدقه كمان قبل ما تيجي. مش مجرد ان حد كاتب مثلا سي محمد هاني فانت صدقت، لا، بيبقى في كلام، في تفاعلات مع الناس. بنزل حاجات انا بكون قاصد بنزلها مثلا
حاجات مثلا تخصني عشان الناس دي تعرف ان الاكونت ده بتاعي حقيقي مش مجرد ان انا اكونت معمول وفي ارقام تليفونات ونتحرى الدقه قبل ما نروح لاي مختص. بالظبط. انا بشكرك يا دكتور، دكتور محمد هاني استشاري الصحه النفسيه، نورتنا. دكتور غاده حشمت استشاري العلاقات الاسريه وعضو الجمعيه الامريكيه لمشاكل الاسره، نورتينا. وزي ما اتفقنا واحنا واضح جدا من كلام الاساتذه والمتخصصين، فكره انك تلجا المتخصص دي حاجه حلوه قوي قوي قوي، نعملها بحكمه. وفتح البيوت على وفتح المشاكل ومشاركتها دي حاجه خطر جدا، لازم نختار من الباب اللي هنخبط عليه. دي كانت حلقتنا النهارده من التاسعه، اشوفكم ان شاء الله على كل خير.